بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة الفوتو ديود، أنا هبدأ أدرس خواص الفوتو ديود بأن أنا بعرضه لضوء بشدة مختلفة وأشوف الكارنت اللي طالع منه. المفروض لما ألاقي شدة الإضاءة بتزيد ألاقي الكارنت بيزيد. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني بستخدم الفوتو ديود لتطبيق قانون التربيع العكسي للمسافة مع شدة الإضاءة. يعني كل ما المسافة ما بين مصدر الضوء والفوتو ديود بيزيد، شدة الإضاءة بتقل حسب قانون التربيع العكسي. في الاكسبيرمنت بتاعتي دي اللمب اللي بستخدمها، افتحها عن طريق السويتش. زي ما انا ملاحظ الاميتر بدأ قرايته تزيد نتيجة شدة الإضاءة اللي نازلة عليه. لو قفلت الإضاءة هتنزل. 1/10 ده الباك جراوند. لو انا حطيت ايدي قدامه الفوتو ديود ابص الاقي ان هو بيديني صفر. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح لمبة اشوف شدة الاضاءة بتاعتها بكام، وبعدين اجيب لمبة تانية تعمل لي نفس الانتنسي بتاعة الضوء اللي عملها اللمبة الاولانية. فانا ملاحظ ان الاتنين ادوني 4/10، يبقى دي شدة الاضاءة بتاعت لمبة واحدة. لو عايز شدة اضاءة لمبتين اروح فاتح الاتنين مع بعض في نفس المكان. يبقى انا دلوقتي جبت الاضاءة نتيجة لمبة واحدة ب4/10 واضاءة لمبتين 7/10. لو حركت واحدة من اللمبتين لمكان 7/10، يعني دلوقتي اللمبة دي تساوي شدة، بتعمل شدة اضاءة تساوي شدة اضاءة اللمبتين في نفس المكان بتاعهم الاولاني. يبقى دلوقتي انا عندي الانتنسي بتساوي 2 من نفس المكان ده. لو جيت فتحت اللمبة التانية يبقى انا كده كأن عندي 3 لمبات. لو عايز اجيب 4 لمبات ممكن ابدأ احرك اللمبة اللي كانت قيمتها ب1 لمب دي، ابدأ احركها لحد ما تديني في الاميتر كرنت بيساوي شدة الاضاءة بتاع اللمبتين هنا مثلا، فمكانها ده يساوي شدة الاضاءة بتاعة لمبتين. افتح التانية اللي هي كانت لمبتين برضو، يبقى دي دلوقتي شدة اضاءة بتاعة 4 لمب. اشوف القراية دي كام. بعد كده لو عايز اجيب 5 لمب هحرك واحدة منهم لحد ما تديني شدة الإضاءة اللي كانت موجودة لما كانوا 3 لمبات اللي هي 1. لو فتحت الثانية يبقى أنا كده عندي 5 لمبات وهكذا. في الجزء الثاني من الاكسبيرمنت بتاعتي ببدأ أغير المسافة ما بين اللمبة وما بين الفوتو ديود، فبقيس المسافة من أول الفوتو ديود لحد بداية المسطرة اللي عندي. أشوف المسافة دي قد إيه. وابدأ أضيف عليها المسافة اللي هتقراها لي المصدر. هشغل لمبة منهم وابدأ أحركها لحد ما تديني قيمة تيار معينة، ولتكن مثلا 6/10 مايكرو أمبير. هقعد أحركها لحد ما أشوف أحسن مكان. في بداية 6/10 مايكرو أمبير، تمام. هبدأ أقيس المسافة من اللمبة لحد الفوتو ديود واكتبها قدام 6/10. بعد كده أبدأ أغير مكان اللمبة لحد ما تديني 7/10 مايكرو أمبير. لو شايفها بتتحرك هبدأ أظبطها بحيث إن هو يديني 7/10 بالظبط.
نغير المسافة لتمانية من عشرة مايكرو أمبير، وأشوف برضو المسافة في كل مرة ما بين اللمبة والفوتودايود. وفي النهاية برسم العلاقة ما بين لين دي على الإكس أكسس ولين سيتا على الواي أكسس. المفروض يطلع لي علاقة خط مستقيم السلوب بتاعه بيساوي نيجاتيف 2. وخلي بالي إن السيتا دايما في قياس الجزء الثاني لازم يكون مطروح منها الباك جراوند اللي طلع من الرسمة الأولانية ما بين الآي والسيتا.